من بوسطن أرحب مباشرة باختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية دكتور وائل الحسامي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وائل. سأبدأ معك بالحديث عن انعكاس تزايد الإصابات جراء تفشي أوميكرون بشكل عام على نسب الوفيات والدخول إلى المستشفيات تحديدا في المحور الأول. نعم، يعني كما ذكر في التقرير وجميع الدراسات الآن يعني تدل أنه الوفيات أقل كنسبة وتناسب مقارنة بسابقاته، لكن يعني إجمالا لسبب أنه سريع الانتشار وشديد العدوى وسيكون هنالك إصابات أكثر، ستكون أعلى العدد الإجمالي أعلى من النسب إجماليا ولكن أقل من سابقاته من الوفيات. يعني بتقديري الشخصي وحسب المنحنيات الوبائية قد يكون 30% من الوفيات السابقة كعدد، يعني من كل 100 نعلن عنها يكون هناك 30 ناتج عن الأوميكرون، وهذا يتماشى مع الإدخالات لأنه الإدخالات تتزايد لكن ليس كسابقاته لأنه بشكل عام أخف حدة من سابقاته. نعم. من هل هذا طبيعي مقارنة بالمتحور دلتا والمتحورات السابقة دكتور وائل؟ ليس يعني طبيعي وإنما هو شكل آخر من الفيروسات. بالنسبة للمتحورات السابقة كانت أشد فتكا لطريقة انتشارها لأنها تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئة وتؤثر على نقص الأكسجين بشكل حاد كبير، لكن الإدخالات التي نراها الآن بالمستشفيات أقل تأثير على موضوع الأكسجين وعلى الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئة، وإنما بشكل عام إما يدخلوا بأعراض حرارة أو إعياء عام أو جهاز هضمي أو ما شابه ذلك. طيب، في أي سياق يمكن وضع تحذير منظمة الصحة العالمية دكتور وائل عندما تحدثت بأنه هناك رد عكسي لربما سيكون إذا بقي هذا التحور أوميكرون مسيطرا وبهذه السرعة في الانتشار، والأحاديث التي تتم حول مسألة متحور جديد يحمل حوالي أكثر من 46 طفرة في الفيروس في فرنسا، هل هناك أي شيء ربما يدعو إلى التخوف في المتحور الجديد أيضا؟ للآن حسب التقارير عن المتحور الجديد في فرنسا غير مقلق والجميع يعني يتابع موضوع الفيروس هناك، لكن لا يبدو لا يوجد منه انتشار بفرنسا كبير وإنما هو الانتشار من الأوميكرون. الوضع إجمالا يعني ما تعلمناه من الكوفيد 19 أن تتوقع الغير متوقع، فلا نستطيع أن نجزم ماذا سيحدث بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، لكن بشكل عام حتى يعني نضيف أمل للموضوع، إحنا بشكل عام وبائيا من ناحية مستشفيات وضعنا أفضل بكثير من سابقا من ناحية الإدخالات. المشكلة الآن التي تواجه المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ليس عدد الإدخالات بقدر إصابات في الكوادر الطبية والقوى العاملة مما أدى إلى حجرهم بالمنازل. فإجمالا من ناحية وبائية الوضع أفضل من ناحية المستشفيات أتكلم وليس من ناحية الإصابات. نعم. لكن المتحور هذا هو يعني يعني ينحصر بإذن الله تعالى خلال الشهرين القادمين في المنطقة اللي يضربها. الآن منذ ظهور المتحور أوميكرون دكتور وائل وكانت هناك تصريحات لمنظمة الصحة العالمية حول توقع النهاية في الصيف المقبل، والسؤال ربما الذي يتحدث فيه البعض الآن مع الضعف في هذا المتحور مقارنة بسرعة الانتشار ضعف الأضرار، هل من الممكن توقع موعد انتهاء هذه الجائحة بناء على هذا التحور الجديد وصحة المعلومة التي يتم تداولها بأنه كل ما تحور الفيروس بشكل أكبر لربما يضعف نفسه بشكل أكثر أيضا؟ يعني للأسف لا يوجد أساس علمي لهذا الكلام ولا العكس، يعني ولا أستطيع أن أحكي أنه المتحور سيكون أشد، لا أحد يستطيع أن يتوقع عن المستقبل، لكن إجمالا وجود اللقاحات وكثرة الإصابات في المتحورات ستحدث يعني مناعة معينة، لكن كمان احنا تعلمنا سابقا أن هنالك ناس انصابوا وبعد شهرين أصيبوا مرة ثانية وبعد 3 أشهر أصيبوا بالمرة الثالثة، فلا يعني نخفف من أو نقلل من مستقبل المرض، لكن إجمالا يعني توقعي الشخصي الوضع سيكون أفضل. أما انتهاء الجائحة كجائحة لن تنتهي خلال 6 أشهر ويعلن العالم أنها انتهت، يعني كما تعلمنا خلال 2 سنين الماضية. نعم.
طيب الآن في ظل هذه المعلومات التي تحدث بها بأنه لا يوجد شيء ثابت دكتور وائل، هل سنبقى نحتاج لربما مع المتحورات إلى الحديث عن جرعات لقاح رابعة وخامسة وسادسة أيضا، وما الحل في هذه المسألة؟ يعني اليوم أولا أعلن البيت الأبيض الجناح الطبي عن الموضوع أن الجرعة الثالثة المعززة أصبحت جزء من اللقاحات مكملة اللقاحات، حتى يعني يسمى الشخص أنه أخذ لقاح كامل يجب أن يكون أخذ 3 لقاحات، ولذلك أجبرت المستشفيات جميع العاملين على أخذ الجرعة الثالثة. الآن المتوقع، أنا شخصيا أرى أنه أتوقع أنه سيكون هنالك جرعة رابعة، وقد يكون هنالك أخذ لقاحات سنوي لمدة 5 سنوات القادمة أو 6 سنوات القادمة إجمالا سينحصر المرض، لكن هنا الأهم هدف للجميع هو تقليل من عدد الإصابات والوفيات وإدخال المستشفيات حتى لنحصر هذه الجائحة. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل من بوسطن اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية دكتور وائل الحسامي، شكرا لك.